الملكة رانيا تكشف سرا قالته لرجوة قبل ما تتزوج وتتأثر بسبب ما حصل مع أولادها حاسة بفراغ. The playwright Eugène Ionesco once observed, "It's not the answer, the enlightenment." حلت الملكة رانيا العبدالله ضيفة ضمن برنامج The Toddy Show خلال تواجدها في نيويورك للمشاركة في مبادرة النساء ينهضن لأجل المجتمع. وفي التفاصيل كشفت الملكة رانيا أن أول ما نصحت به الأميرة رجوة الحسين قبل الإعلان عن خطوبتها على الأمير الحسين بأنه لا يوجد قبول 100% لأي شخص ودائما ستجد أشخاصا لا يوافقونك. يعطيكم العافية. كما نصحت الأميرة رجوة بعدم قراءة التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأن ذلك سيجعلك تشكين بنفسك ودائما سيكون هنالك سلبية ولا يتعلق الأمر دائما بشخصك بل بأشخاص غير راضيين فلا تنشغل بذلك فقط واصل التركيز على ما تريدين فعله لأن غير ذلك سيهد ثقتك قد تعتقدين أنه لن يؤثر على معنوياتك لكن سيفعل ذلك علينا أن نطور عادات صحية حول استخدام التكنولوجيا وهذا ما نحاول تعليمه لأطفالنا ليس بالضرورة أن يتركوا هواتفهم. أخيرا صار عندي كنة بس مش أي كنة ما شاء الله عليها رجوة من جهة أخرى تحدثت الملكة رانيا خلال المقابلة عن أبنائها الأربعة الأمراء الحسين وإيمان وسلمى وهاشم حول تربيتهم والاهتمام بكيفية استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا عموما وتحدثت أيضا عن الأميرة رجوة زوجة ابنها الأكبر ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني وقالت في غضون 3 أشهر منذ نهاية شهر آذار وحتى بداية شهر حزيران تزوج 2 من أبنائي وتخرج آخران وعندما سألتها المذيعة هل العش فارغ؟ أجابت الملكة نعم صحيح وهناك موجة من العواطف مع إيمان كان زواجها تجربة جديدة بالنسبة لعائلتنا لأنها أول من يتزوج. Come from collaboration, so if we're not talking to one another, you know, we're not going to be able to find resolution to some of these. وتابعت الملكة رانيا كان هناك مزيج من المشاعر والفخر بالمرأة القوية والمستقلة التي أصبحت عليها والفرح لفرحها والحزن لمغادرتها المنزل. كما تحدثت عن استخدام الأبناء للهواتف المحمولة بأوقات طويلة وكيف يكون هذا الأمر في منزلها فقالت الملكة لا أعتقد أن بإمكانك محاربة هذه الظاهرة بالكامل فالأطفال هناك أن أعني هنا هو المكان الذي يوجد فيه العالم والتكنولوجيا موجودة في كل مكان من حولنا لكن علينا تنظيمه. أهلا وسهلا فيكم وإحنا كتير أنا والعيلة مبسوطين إنكم موجودين معنا تشاركونا فرحتنا.